يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يزعم إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يطعن في العلماء المتأخرين خصوصا ابن حجر والنووي وأمثالهم، يقول هل هذا يصح عنه؟ كله يجيب لك الطعن، يجيب لك الطعون اللي هو يقول نشوف. أما أنه يفتري الكذب يقول فلان يقول كذا، لا ما يقبل منه حتى يأتي بما يقول. نعم.